LBCI، أهلا بكم إلى نشرة الثانية والنصف والتي نستهلها بالعناوين التالية. ضحايا العبارة الإندونيسية إلى مثواهم الأخير. انفجار عبوة في جلال البقاعية وعلي عيد يرفض استدعائه للتحقيق في تفجيري طرابلس. والأسلحة الكيميائية السورية ختمت بالشمع الأحمر. أهلا بكم. بعد نحو شهر على الكارثة الإنسانية، عادت جثامين ضحايا العبارة الإندونيسية إلى تراب الوطن لتحضنها للمرة الأخيرة. موكب النعوش يشق طريقه في هذه الأثناء إلى الشمال، حيث سيتوقف في محطات عدة منها البحصاص، حيث ينضم إلينا الزميل نادر فوز ليضعنا في الصورة. يعطيك العافية نادر. نعم ديما، فعلا نحن معكم عند طريق البحصاص، حيث كان من المفترض أن تكون هذه المحطة الأولى لموكب الجثامين التي تعود إلى أهالي طرابلس الذين سقطوا، الذين قتلوا في عبارة الموت. إلا أن الأوضاع الأمنية في المدينة حالت دون قيام الاستقبال الشعبي هنا، إذ انتقل الاستقبال الشعبي إلى الحاجز الأمني عند مدخل طرابلس، أي عند المدخل الجنوبي، الطريق العام الذي يفصل طرابلس عن الطريق إلى البترون. وبالتالي هنا كما تلاحظين ديما، لا تزال القوى الأمنية تقطع الطريق، تحاول تخفيف السير نتيجة الاستقبال المفترض الذي كان من المفترض أن يقام هنا. بحسب ما علمنا أن المنظمين يحاولون الآن إنزال الجثامين من سيارات الإسعاف وأيضا وتحميلها على سيارات أخرى عند الحاجز الأمني على مدخل طرابلس حتى تتمكن من دخول المدينة بطريقة لائقة وأيضا بمواكبة شعبية. وأيضا ديما، لم نعرف بعد ما إذا كانت الصلاة التي كانت ستقام على الجثامين لا تزال قائمة عند ساحة النور، باعتبار أن الأوضاع الأمنية كما ذكر المنظمون تحول دون قيام هذه الخطوة، وأيضا تدفع بالعديد من الناس إلى عدم المشاركة في هذه المراسم. تجدر الإشارة ديما إلى أن حادثا أمنيا وقع صباح اليوم في منطقة التباني، حيث تم إطلاق النار على أحد أبناء جبل محسن. عمل الجيش على متابعة أو توقيف مطلقي النار حتى تمكن من توقيف المواطن علي شركس من التباني. نعم. أيضا تضاف هذه الحادثة إلى الأجواء الأمنية المتوترة نتيجة الاستنابات القضائية بحق عدد من أبناء جبل محسن، وبالتحديد أيضا النائب السابق علي عيد. نعم، شكرا لك زميل نادر فوز على هذه الأجواء التي وفيتنا بها. هذا وكانت الطائرة التي تحمل جثامين ضحايا العبارة الإندونيسية حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وهي طائرة من نوع بوينغ 777 ومستأجرة من قبل الحكومة اللبنانية. وفي المطار حضرت شخصية سياسية ووفود شعبية لاستقبال الجثامين، فيما عزفت قوى الأمن الداخلي النشيد الوطني ونشيد الموتى. إن شاء الله بتكون آخر حزن بيحزنه لبنان، وإن شاء الله بيكونوا فدا عن لبنان، لأنه حقيقة إذا بتتابعوا قصتهم، قصة الفقر تبعهم وكيف انتقلوا لحتى يعيشوا حياة كريمة، المعترين غرقوا بالبحر، وكنا نحن كلنا بنعرف أنه الله ينجينا من الحريق ومن الغريق ومن الشحطة على الطريق. وما حصل هو أبلغ دليل على الحرمان الذي نعيشه نتيجة التنازع على الكراسي وعلى المناصب. وفي جلال البقاعية، انفجار عبوة ناسفة أدت إلى تضرر سيارة مندوب الـ LBCI في المنطقة وتوقيف اثنين من المشتبه بهم. الساعة 8:30 صباحاً، مجهولان يحومان خلف هذا المبنى المحاذي لمبنى مخابرات الجيش في منطقة جلالة شطورة. تلقي المخابرات القبض عليهما. دقائق قليلة ويقع انفجار مخلفاً أضراراً مادية ومحطماً سيارة الزميل نايف درويش. بالواقع أنا أجيني تليفون أنه الجيش ومخابرات الجيش مشتبهين بشيء بمنطقة جلالة على الطريق المحاذي للطريق الدولية. توجهت للفور على المنطقة، أنا وماشي على يميني بتطلع بلاقيه دورية من المخابرات عم بدي تركض ورا شخصين، بصف السيارة وبنزل من السيارة بسحب كاميرتي. بهالأثناء أنا صرت برات السيارة بسمع دوري الانفجار بيعصف بسيارتي.
بعد التحقيق مع الموقوفين تبين أنهما من الجنسية السورية وأن زنة العبوة حوالي 300 جرام وقد تم تفجيرها عن بعد. مصادر عسكرية أعلنت للـ LBCI أنه منذ إلقاء القبض على خلية حوش الحريمي شددت المخابرات إجراءاتها الأمنية حول مقراتها وحول ثكنات الجيش ما سهل عملية إلقاء القبض على الموقوفين. دارة رئيس الحزب العربي الديمقراطي في عكار تغص بالوفود المتضامنة بعد استدعائه للتحقيق معه في قضية تفجيري طرابلس. وعلي عيد يقول مستعد أن ألبي أي جهاز إلا فرع المعلومات. المزيد من التفاصيل عبر الهاتف مع الزميل بسام أبو زيد. يعني بسام كان هناك تصريحا الآن لعلي عيد يقول فيه حتى لو أتى بيبي لصقر صقر لن أذهب إلى التحقيق. ما وقع هذا الكلام وما آخر المستجدات؟ هو ما قال بيبي، قال لو أتى رب يعني ربه. أكثر من بيبي. يعني طبعا يعني شعبة المعلومات و القضاء العسكري يعني لا يرد بشكل مباشر على هذا الكلام، ولكن بعدما تبلغت شعبة المعلومات والقضاء العسكري عبر الإعلام رفض النائب السابق علي عيد الحضور للانتهاء بإفادته أمام الشعبة، تبرز ديما أمام القضاء سلسلة خطوات يمكن اتخاذها في هذا المجال. أولها هي استدعائه مجددا، وفي حال عدم مثوله قد يتحول عيد وفق التحقيق الذي جرى مع سائقه أحمد العلي إلى مدعى عليه في قضية تهريب أحمد مرعي المتهم بأنه قاد وأوقف السيارة التي انفجرت أمام مسجد التقوى في طرابلس، وعندها يحال عيد أمام قاضي التحقيق ليطلب استجوابه، وفي حال عدم حضوره قد تصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية. في هذا الوقت يتوسع التحقيق في مسألة تهريب متهمين في تفجيري طرابلس، وتحاول شعبة المعلومات تقصي الوقائع التي تثبت فرار هؤلاء خارج الأراضي اللبنانية أو بقائهم في لبنان بحماية بعض الجهات. تجدر الإشارة إلى أن استدعاء علي عيد يعني كان أثار ردود فعل من قبل أبناء الطائفة العلوية الذين واصل الكثير منهم زيارة عيد في منزله في بلدة حكر الضائف وحيث هو متواجد، وقد جدد كما ذكرت التأكيد بأنه لن يذهب إلى شعبة المعلومات. نستمع إلى ما أبرز ما قاله النائب السابق علي عيد في هذا الإطار. يعني مخابرات الجيش هي اللي حققت، بطل في شيء بده يحيله على فرع المعلومات، فدغري على يعني فكرت الموضوع قلت إلا في شيء طبقة في لعبة مثل هذه ما بروح ولا يمكن بعفر المعلومات ولا يمكن يصير مذكرة استماع عند القاضي صفر أنا بروح لعند أي جهاز بالدولة لأنه نحن تحت الدولة عمي أنا مني فوق الدولة ولكن بصراحة ما إلي ثقة بفرع المعلومات. وتشاهدون بعد هذا الفاصل قصة شارع عالق بين بلديتين. قوما أهلا بكم من جديد. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن كل الأسلحة الكيميائية في سوريا ختمت بالشمع الأحمر، وكانت وثيقة للمنظمة حصلت رويترز على نسخة منها أكدت التحقق من تدمير معدات الإنتاج والمزج والتعبئة المعلنة في المواقع 23 كلها في سوريا. وجاء في الوثيقة أن فرق المنظمة فتشت 21 موقعا من أصل 23 في أنحاء سوريا، مشيرة إلى أن الموقعين الأخيرين شديدا الخطورة بحيث يتعذر تفتيشهما، ولكن المعدات الموجودة فيهما نقلت إلى مواقع أخرى خضعت للتفتيش. في شأن آخر وصفت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي بالدبلوماسي الخبير والمخضرم مع التطلع إلى أن تزيده مهمته في سوريا موضوعية وعروبية محملة السعودية وتركيا مسؤولية عرقلة مهمته. أكد رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك إيروت أن الهدف هو إنجاح مؤتمر جنيف 2 وأن يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية بالكامل كاملة الصلاحيات بما في ذلك صلاحيات الرئاسة. إيرو الذي يبدأ اليوم زيارة لروسيا تستمر يومين اعتبر أنه من دون الضغط الدولي لما كان تحقق أي تقدم في تفكيك الترسانة الكيميائية السورية التي كان الرئيس بشار الأسد ينفي وجودها حتى في الصحافة الدولية على حد تعبيره.
خطف في سوريا في تموز الماضي وعاد إلى بلاده اليوم حراً. بعد 3 أشهر عاد الصحفي البولندي مارتسين سودر إلى الحرية. سودر الذي كان يغطي الحوادث في سوريا اختطف من داخل المكتب الإعلامي لمدينة سراقب في ريف محافظة إدلب الغربي عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم دولة الإسلام المكتب واعتدت بالضرب على أحد الناشطين السوريين. سودر كان تطوع لتدريب ناشطي المعارضة على التصوير كما قام بتغطية الأحداث لصحف غربية. عاد إذن سودر إلى الحرية وقد أعلن وزير الخارجية البولندي أنه تمكن من الفرار من خاطفه وعاد إلى بولندا منذ أيام. أسباب خطف سودر لم تتضح حتى الآن خصوصا وأن الخاطفين لم يعبروا عن أي مطالب. يروى أن مارتسين سودر عبر عن استيائه ذات يوم كيف لولادة طفل في بريطانيا أن تشغل كل إعلام العالم في وقت لا ينظر إلى موت كل هؤلاء الصغار بإشارته إلى أطفال سوريا. لم تمر ساعات قليلة على هذا الكلام إلا وأصبح الصحفي البولندي مارتسين سودر محتجزا لدى تنظيم دولة الإسلام في العراق وبلاد الشام داعش. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على أن ما حصل في قضية العبارة الإندونيسية يجب أن يكون حافزاً ووقف الضمير لإصلاح الشأن السياسي والاقتصادي كي لا يضطر المواطنون إلى اتباع أسلوب ضحايا العبارة بحثاً عن لقمة العيش. وفي بعبدة طلع سليمان من وفد صيدوي ضم الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري والمفتي الشيخ سليم سوسان ورئيس البلدية محمد السعودي على أوضاع المدينة والإجراءات المتخذة بعد الحوادث الأمنية في حزيران الفائت. مواطنون يختبرون الإهمال وذنبهم أنهم يعيشون بين زوئين. مواطنون يخافون من رئيس بلدية. رئيس بلدية يحتفظ بتسجيلات بالصوت والصورة لمواطنين تظاهروا من أجل حقوقهم ويهددهم بها لن تحصلوا على حبة زفت. سيناريو مقتبس من يوميات شارع يقع بين الزوقين زوق مصبح وزوق مكايل، لكن سكانه يدفعون القيمة التأجيرية لبلدية مصبح التي لا تقدم خدمات بالمقابل. قالوا ما تعلم بحب الزفت. ليه؟ قالوا بصورين عنده صوت وصورة. طلبنا كتير أنه يضبطوا لنا الطريق حتى نقطة زفت ما عم نشوف. يمكن رئيس البلدية ما بحب الزفت بس نحن منحبه صراحة. تستقبلك في هذا الشارع رائحة المجارير المنبعثة من رجارات المياه غير المقفلة، أما حال الزفت فزفت، وعلى السيارات المتوجهة إلى الحي توقع مغامرة غير موفقة، أما في الشتاء فيفضل اعتماد السباحة بدل السير على الأقدام. ننقل ما يجمع عليه سكان هذا الحي لرئيس بلدياتهم فيجيب: أنا ما قلت لهم هيك. أكثر من حدا بالشارع عم كذبي. الأكثر من حدا كذبي. مش رح زف الطريق لأنه هالطريق أول شتوي بيروحوا زفتين، يعني بكون ما عملنا شيء. بالصيف بتنعمل. هذا الشارع المتروك هو برسم وزارتي الداخلية والأشغال، إلا أن أمل سكانه ضعيف لأنهم ببساطة لا ينتخبون في هذه الدائرة ولا مصلحة لأحد من المسؤولين بانتشارهم من مشكلتهم، فهل من منقذ؟ وفي النشرة ولكن بعد قليل، زين الدين زيدان يودع كورنيش الدوحة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في أخبارنا الإقليمية والدولية، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين كبيرين اجتمعوا لأول مرة بممثلي جميع الدول العربية وإيران لبحث الشروط لعقد مؤتمر دولي حول تجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، لافتة إلى أن هذا الاجتماع عقد في موقع منعزل في إحدى المدن السويسرية. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس القسم الاستراتيجي في وزارة الخارجية ومسؤولا كبيرا في لجنة الطاقة الذرية مثلا إسرائيل في الاجتماع مع الممثلين العرب، والذي حضره أيضا ممثلو الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا التي ترعى المؤتمر المتوقع. قتل جنديان ومدني في هجوم شنه مسلحون من تنظيم القاعدة على نقطة تفتيش للجيش اليمني في محافظة أبين الجنوبية، وكان 6 عسكريين من اللواء 111 المستهدف قتلوا في وقت سابق من تشرين الأول في هجوم انتحاري بمركبة مفخخة استهدف مقر القيادة. إلى ذلك أصيب شخصان أحدهما شرطي بجروح في هجوم شنه مسلحون مجهولون مساء الأربعاء
على مقر أمني في مدينة عدن كبرى مدن الجنوب حسب ما أفاد مصدر أمني محلي. وإلى البحرين، حيث أغلقت السلطات معرضا فنيا عن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية معتبرة أنه ينتهك القانون ويذكي الكراهية. المعرض الذي نظمته جمعية الوفاق المعارضة تحت عنوان متحف الثورة ضم عينات من الذخيرة التي استخدمتها شرطة مكافحة الشغب ولوحات فنية تمثل الاحتجاجات. وفي جديد الفضائح المتتالية عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على دول ومؤسسات عالمية، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الوكالة تجسست على بيانات مئات الملايين من مستخدمي محركي البحث جوجل وياهو، ومن بينهم أمريكيون، وذلك استنادا إلى وثائق مقدمة من قبل المتعاقد السابق مع الوكالة أدوارد سنودن. وافق مجلس بلدية نيويورك على رفع الحد الأدنى للعمر لمشتري التبغ إلى 21 عاماً ليصبح الأعلى في البلاد، وذلك على أمل الحد من التدخين بين صغار الشباب في المدينة. وتقول إدارة الصحة في المدينة إنه يوجد حالياً نحو 19,000 مدخن بين طلاب المدارس الثانوية ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن 80% من المدخنين يبدأون التدخين قبل بلوغ سن 21. ومن المنتظر أن يوقع رئيس البلدية مايكل بلومبرغ، وهو مناهض قوي للتدخين، على القانون ليصبح سارياً بعد 180 يوماً من توقيعه. بالتزامن مع بدء تصوير الحلقة الثانية من الموسم الجديد من برنامج البرنامج، وأمام مسرح الراديو حيث تسجل الحلقة، وقعت مشادات كلامية واشتباكات بين مؤيدي الفريق الأول عبد الفتاح السيسي الذين نزلوا في تحرك ضد الإعلامي باسم يوسف، وبين مؤيدين للأخير، ما اضطر قوات الأمن للتدخل والفصل بين الطرفين. زين الدين زيدان غير مرغوب في قطر. هل تذكرون نطحة الرأس التاريخية التي قام بها لاعب كرة القدم الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان خلال المباراة النهائية لمونديال 2006 في ألمانيا ضد اللاعب الإيطالي ماريو ماتيراتزي؟ هذه النطحة التي جسدها الفنان الفرنسي الجزائري عادل عبد الصمد بتمثال برونزي يبلغ ارتفاعه 5 أمتار وضع على كورنيش الدوحة بعدما أثار جدلا لدى عرضه في السابق في فرنسا وإيطاليا، لكن هيئة قطر للمتاحف سرعان ما أزلته بعد أقل من شهر على إزاحة الستارة عنه نتيجة موجة الغضب في الشارع القطري والجدل الديني الذي أثير حول نصب التماثيل التي اعتبرها البعض أصناما. ورغم سعي الدوحة لتقديم نفسها على أنها حاضرة ثقافية، ارتفعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر الأصوات المطالبة بإزالة التمثال والمنددة بما اعتبرته نصبا لأصنام في دولة قطر المحافظة، وأطلقت حملة لهذا الغرض مع هاشتاغ خاص هو تمثال زيدان في قطر وتمثال زيدان بالكورنيش، فقد رأى بعض المغردين في قطر أن التمثال يحتفي بالعنف، بينما رأى آخرون أن أبطال قطر من الرياضيين أولى بالاهتمام. وفيما لم تكشف هيئة المتاحف في قطر عن أسباب إزالة التمثال، أفادت مواقع محلية أن هيئة متاحف قطر التي تملكه نقلته إلى متحف الفن الحديث في الدوحة. انتهت النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.